هنروح الحقيقة الموضوع كان 12 النهاردة، موضوع مهم جدا وفيه تفاصيل كتيرة جدا. هو طبعا موضوع بيخص وزارة الصحة اللي نشرت النهاردة بيان ليها. البيان ده بيناشد المواطنين، بيقول لهم روحوا اتبرعوا بالدم، روحوا اتبرعوا بالدم عشان نقدر نوفر مشتقات البلازما. الرسالة دي كانت موجهة لكل المواطنين اللي أكتر من 18 سنة طلبتهم الوزارة إن هم يروحوا يتبرعوا بالدم عشان يقدروا يستخلصوا البلازما من الدم بتاع المصريين، عشان هنعمل أكبر مصنع، مصر هتعمل أكبر مصنع في الشرق الأوسط يقدر ينتج كميات كبيرة جدا من مشتقات البلازما، وده هيكون مع بداية السنة الجديدة 2022. في الحقيقة في شهر فبراير اللي فات وزيرة الصحة هالة زايد قالت إن مشروع مشتقات البلازما ده هيوفر مليار جنيه سنويا، وقالت في نهاية العام الحالي 2021 هيكون في مصر 20 مركز لاستخراج مشتقات البلازما. وأكدت زايد إن تنفيذ مشروعات مشتقات البلازما دي بتبقى تساهم إلى حد كبير في إمكانية التصدير إلى دول أخرى. في الحقيقة التصريحات كانت شديدة الغموض، لأن أنت ما تقدرش تفهم هي هتوفر المليار جنيه مصري لأننا بنستورد البلازما، ولا هتعمل بلازما من دم المصريين وتصدرها فتعمل مليار جنيه مصري. فالمهم المنتجات الدوائية في مصر بيتم استيرادها بشكل دائم بشكل كبير جدا طبعا، وواضح ان البلازما دي واحده من الحاجات اللي مصر تقدر تحقق فيها نوع من انواع الاكتفاء الذاتي. خلي بالك من حاجه، ان قصه البلازما والعلاج بالبلازما وقيمه البلازما نفسها دي ظهرت تقريبا مع ازمه كورونا، اللي تقريبا بنتكلم في من سنه تقريبا، لما اكتشفوا ان ممكن من بلازمة الشخص اللي سليم تعافى من الكورونا يقدر انه يشفي شخص اخر. وساعتها بقى الناس قاعده يقول لك ده بيبيع البلازما ب 20,000 جنيه، وكان تحول الموضوع لبزنس وتجاره الحقيقه في شيء مخزي الحقيقه. يعني الناس كانت بتموت وما كناش قادرين نوفر ولا أجهزة تنفس ولا استعدادات كاملة، وتلاقي واحد بيقولك إن هو بيتاجر في البلازما بتاعته. المهم النهاردة الدولة أعلنت إن هيبقى فيه حملة، الكلام ده كان امبارح، أعلنوا إن هيبقى فيه حملة وطلبوا المصريين إن هم يروحوا يتبرعوا بالدم عشان يبدأوا يشوف موضوع البلازما، اللي لغاية دلوقتي فعلا مش واضح هل البلازما دي عشان يوفروا الاستيراد ولا عشان يبيعوا للخارج. عموما احنا مجهزين لكم انفوجراف نقدر نتعرف بيه اكتر على مشروع البلازما اللي دعت ليه وزارة الصحة النهاردة، نشوفه ونرجع لكم تاني. هتشرح لهم ايه البلازما؟ بص مش هنشرحها، يعني هي هنقولها لكم باختصار شديد جدا، يعني كده يعني
السماعه. على فكرة الواحد بقى عنده خبرة طبية برضو. يعني لازم احنا شفنا في السنتين اللي فاتوا دول حاجات ما كانتش متوقع ابدا يعني بسبب الكورونا. لازم كده طول الوقت تحاولوا ان انتوا تنموا مهارة كده جديدة. صحيح. زي مثلا الواحد يعمل ايه في الامراض المختلفة. البلازما، البلازما دي هي تقريبا اهم مادة في دم الانسان، وهي مادة صفرة خفيفة كده لما بيعملوا عملية فصل. يعني أظن والله أعلم أن كتير من اللي بيسمعنا ممكن يكون عارفها، سمع مثلا عن بعض الجراحات الخفيفة اللي بتتعمل في الشعر أو في البشرة، فيقول لك أنا هاخد منك عينة دم وهفصلها وهحقنك بالبلازما بتاعتها. ده اللي الدولة عايزة تعمله، أنها تاخد البلازما، المادة الصفرة المية الخفيفة دي اللي بتطلع لونها مصفر شوية، عشان تستخدمها، تصنعها بقى وتستخدمها في أكبر مصنع لإنتاج البلازما. العالم كله تقريبا فيه 10 مصانع، فأنت لما تقول إن مصر هتعمل أكبر مصنع للبلازما في الشرق الأوسط، الحقيقة نقول والله برافو، هايل. لكن المشكلة إن الواحد ما بيصدقش كل حاجة بتتقال، دايما يتقالك الحاجة وبعدها تلاقي في النص كده حتة مش مفهومة. هو في سؤال بس لازم نسأله نفسنا، هل المصريين أصلا متعودين على ثقافة تورم الدم؟ ما هي دي برضو من الحاجات اللي مش موجودة. يعني انت بتروح في دول العالم بتلاقي العربيات واقفة. انت متوقع انه الناس هتبيع دمها ولا الناس هتيجي تتبرع؟ لحظة، انت قلت الكلمة المفيدة، بس الناس هتبيع دمها ولا هتتبرع؟ عشان تبقى الامور واضحة، لو انتوا عايزين الناس تبيع دمها تبقى دي قضية اخرى خالص، وهنعمل لكم حلقة كده حلوة وجميلة وفيها ضبط شديد. يعني خاصة انه موجود، طبعا معروف موجود. بس جداً. انت كدولة ناوي اولا بتقول انه احنا هنعمل اكبر مصنع في العالم، تمام، الشرق الاوسط، في افريقيا، في الشرق الاوسط، ماشي، هنعمل مصنع كويس يعني حجمه كده مناسب. طيب الناس اللي هتروح عشان تتبرع بدمها، تتبرع بدمها ليه؟ طول ما هم عارفين انك انت ناوي تصدر المنتج اللي خارج من دمهم. يعني أين منطقية الأشياء يا حكومة؟ يعني الحاجات دي هتشتغل إزاي؟ يعني أنت هتقنعني أن أنا كمواطن إزاي أجي أتبرع بدمي، واللي أنا متأكد أنه في ملايين المصريين محتاجين للتبرع بالدم. يا ما عملت ريتويتات لناس بتطالب بفصيلة دم، حد عندهم قريبهم عنده عملية كذا، فصيلة دم O بلس ولا A بلس ولا بي بلس ولا بي ماينس. وفي الحوادث الكبيره اللي بتحصل بنلاقي المستشفيات ووزاره الصحه نفسها هي اللي بتطالب الناس روحوا تبرعوا بالدم، لان انتوا ما عودتوش المواطن انه يتبرع. لانه اذا راح المستشفى واحتاج كيس دم بيقولوا له لازم تجيب تمنه. لا لازم تدفع، يا اما تدفع او تتبرع. فهو شايف ان قصادهم انا بتبرع للدوله، وبتبرع لها بايه؟ مش بمجهود، انا بتبرع لها بدمي. حلو، لما هيتبرع بدمه ده بقى هياخدوا الدم البلازما دي يبيعوها ولا هو هيشتروا منه؟ انا بس حد يرد علينا، هو تبرع، حد يرد على المواطنين. يعني انسوا احنا، حد يرد على المواطنين يا جماعه، هتبرع فتاخدها تبيعها ولا هتشتري من الاول فتبقى الدوله بتشتري الدم من المصريين؟ وضحوا لنا الامور عشان تبقى الحكايه. لو انتوا عايزين الناس تتبرع هنشجع الناس، هنقول لهم يلا يا جماعه روحوا اتبرعوا، بس كمان لو انتوا عايزين الناس تبيع دمها دي قضيه اخرى خالص بقى.